قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحق باتباع ما أنزل الله لا بالخضوع والتبعية للطغاة. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ألم ترى، ألم يأتي لعلمك يا محمد ويا من تؤمن بمحمد وتدعو بدعوته صلى الله عليه وسلم، ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ ألم تعلم أن الله خلق السماوات والأرض على الوجه الصحيح الدال على حكمته؟ لم يخلق ذلك عبثا لا للهو ولا للعب، إنما هناك حكمة وأهداف خلق الله من أجلها السماوات والأرض وخلق فيها الإنسان. خلقه ليكون مطيعا لله وحده لا يشرك به شيئا. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إن لم تستقيموا على أمر الله يذهبكم الله وسيذهب الجميع بالموت، وقد يعجل الله عليهم بعذاب، وما ذلك على الله بعزيز. ليس هذا ممتنع على الله ولكنه سهل. بهذه المناسبة أيها الإخوة الأكارم، بمناسبة قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، سمعنا من أشخاص شاهدوا الواقع ونشروا ذلك بصدق أن كتيبة غرباء الشام حاولوا دخول مناطق في حلب للسرقة، بل وصلت فيهم الوقاحة أن يعلنوا السرقة، وهؤلاء والعياذ بالله تعالى لا يعتبرون من المقاتلين، وإذا قتل أحدهم فليس شهيدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قالوا له: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، يعني لجماعته يتعصب معهم، والرجل يقاتل شجاعة يعني حتى يقال عنه شجاع، والرجل يقاتل للمغنم يعني لا يأخذ المال ويدخل في ذلك السراق، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهي في سبيل الله. كلمة الله هي العليا أي دين الله والسائد، أي هم يطيعون الله ويقاتلوا من أجل تحرير الناس من العبودية لغير الله حتى يطيعون الله تبارك وتعالى ويسعدون في طاعة الله في الدنيا فيكونون المجتمع الصحيح. والبادرة الطيبة في هذه الحادثة التي حصلت في حلب أنه لأول مرة تجتمع كتائب جيدة، تجتمع مع بعضها وتتعاون ضد هذه الكتيبة المجرمة المدججة بالسلاح، التي تسيء سمعة المجاهدين، تسيء سمعة الجيش الحر، تسيء سمعة الأحرار الذين يريد انتفضوا وثاروا حتى يتحرروا من الطغيان. فهؤلاء المجرمون، كتيبة غرباء الشام،
يحاولون أن يسيئوا إلى سمعة الناس، ويحاولوا أن يستغلوا ويتسلطوا على أموال الناس ويسرقوها. فاجتماع كتائب الكتائب الكثيرة لأول مرة واتفاقهم على مجاهدة ومقاتلة والتخلص من هؤلاء المجرمين، هذا أمر طيب، وينبغي أن يكون مناسبة لكي تجتمع كلمة الكتائب، الكتائب المؤمنة المسلمة التي تريد التحرر من الطاغية وأذنابه الطغاة. هؤلاء الذين يخلصون النية في ذلك ينبغي أن يكون مجتمعين وأن يكون كلمتهم واحدة. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالاجتماع على هذا طيب، إن لم تفعلوا ذلك وتطيعوا الله بالاجتماع على قتال ومجاهدة اللصوص والمجرمين والمتسلطين والطغاة وأذناب الطغاة، إن لم تجتمعوا على ذلك الله يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، ليس أمرا ممتنعا عن الله، إنما الله يفعل ما يريد، إذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولا تظن أن الله يذهبكم ويأتي بخلق جديد هكذا يميتكم، إذا شاء فعل ذلك، ولكن لله سنن في الأرض. عندما يوجد البغي والفساد ولا يقوم الناس بإيقاف هؤلاء المجرمين عند حدهم، الله سبحانه وتعالى يزيل الناس ويموتون شيئا فشيئا، ويأتي من أصلابهم أو غيرهم أناس يجاهدون في سبيله. ما معنى يجاهدون في سبيله؟ لا ليكرهوا الناس على أمر لا يريدونه، بل ليحرروا الناس من المتسلطين والطغاة. ثم تعرض الآيات التالية أو الآية التالية موقف الناس في المجتمع. هناك بالنسبة للكفر وأهل الإجرام، هناك أشخاص أتباع وهناك مستكبرين. المستكبرون هم مثل عندنا مثلا في سوريا الطاغية الكبير، كبيرهم الذي علمهم السحر، وأذنابه من الضباط الذين رباهم أباه من أجل أن يتسلطوا على الناس ويستغلوهم ويرهبوهم، فهم الإرهابيون. هؤلاء السادة والضعفاء الأشخاص الذين يتبعون فرعون هذا من أجل تحصيل منافع، من أجل أن يعينوا في أمر، من أجل أن يعطيه المال، فيتبعونه ويطيعونه. كيف يكون وضعهم يوم القيامة؟ هم يظنون أنه حلال على الشاطر، يؤمنون مصالحهم، لا يؤمنون من مصالحهم شيئا، لأن النافع والضار هو الله، كما ذكرت الآيات في كثير من آيات القرآن الكريم. ولكن يؤذونهم في الدنيا ولا يحققون إلا ما قدر الله لهم، وفي الآخرة يجتمع في جهنم الضعفاء أي الأتباع، والسادة أي الزعماء. فرعون وهو عندنا مثلا الأكابر مجرميها أو الطغاة أو الرئيس الذي يريد أن يستعبد الناس ويقهرهم بالقتل والقوة، وأذنابه يجتمعون مع أتباعهم في جهنم الذين كانوا يتبعونهم ويدافعون عنهم ويقاتلون في سبيلهم، فيأمرونهم بقتل الناس فيقتلون، يأمرونهم بسرقة الناس فيسرقون. هؤلاء يجتمعون في جهنم، فماذا يحصل؟ فقال: وبرزوا لله جميعا، أي خرجوا من قبورهم إلى أرض المحشر، ثم أدخلوا النار. فقال الضعفاء للذين استكبروا، الضعفاء أي الأتباع الذين يسيرون وراء فرعون ووراء جنوده من أجل أن يصلوا إلى أغراضهم الدنيوية، وناسين طاعة الله وأن يحققوا المجتمع النظيف الفاضل. فقال الضعفاء للذين استكبروا، للأسياد والزعماء: إنا كنا لكم تبعا، نحن نتبعكم، اجتمعنا معكم على السرقة، راحين تسرقوا، أخذنا أسلاحنا ونفذنا ما تريدون، فسرقنا أموال الناس، أعطيتمونا العظام وأكلتم اللحم. إن أو على غير ذلك أو على طاعة غير الله، أيما كان الاتباع، الاتباع لغير الله عبودية لغير الله وشرك بالله. فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، أي تابعين لكم، ننفذ أوامركم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هل تستطيعون أن تخلصوننا من شيء من عذاب الله، تخففوا عنا العذاب؟ قالوا، أي الأسياد يقولون للضعفاء،
قالوا لو هدانا الله لهديناكم، لو أن الله وجهنا للحق وسرنا في طريق الحق لاتبعتمونا في طريق الحق، ولكن نحن باختيارنا اخترنا طريق الباطل لنتسلط عليكم وأنتم باختياركم تبعتمونا. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يعني الآن دخلنا جميعا النار ولا فائدة، إن صبرنا على حر النار أو لم نصبر لن نخرج من النار. والله تبارك وتعالى بين أنهم خالدين فيها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أمتنا إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في اتباع تبعية والطاعة لربهم، وأن يهديهم للتحرر من الطاعة والتبعية للطغاة واللصوص والمجرمين، حتى يعيشوا في مجتمع سعيد يتحقق فيه الإسلام والاستسلام لله والتحرر من العبودية لغير الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.